بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيد بروفيسور دكتور أبو بكر البور، السادة البروفيسور دكتور الحضور الكريم بكافة مقاماتهم المحفوظة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم سارة حيدر التجاني، مدير مركز عبد الحميد إبراهيم للتدريب إنابة عن إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية في واحد من سيمينارات برنامج التطوير المهني المستمر البهدف لدعم التعليم والتواصل لجميع الصيادلة بمختلف المتواصل لجميع الصيادلة بمختلف تخصصاتهم لتعزيز دور الصيدلي في تطوير الخدمات الصيدلانية بصورة خاصة والصحية بصورة عامة، عشان نعزز دور الصيدلي في تطوير الخدمات دي ونقدم رعاية لكافة أفراد المجتمع، لأن كلنا عارفين إنه محتوى التعليم المكتسب أثناء الدراسة أو بعد التخرج مباشرة يتناقص بصورة مستمرة إذا لم يدعم بالتطوير المهني المستمر. من هنا جاءت فكرة التطوير المهني المستمر اللي بقى واحد من أهم المتطلبات اللازمة للممارسة ممارسة الرعاية الصحية الحديثة. سيمينار اليوم بتكلم لنا عن الأنتي مايكروبيال ستيورشيب بروجرام في الهوسبيتلز، تجربة طبقت في السودان، لأن المضادات الحيوية بتمثل لنا الحارس، نحن كصيادلة بنمثل الحارس، والستيورشيب كوميتي بتمثل البودي اللي بيحمل استخدام بتاع المضادات الحيوية داخل المؤسسات الصحية. بمعلوم لديكم الاستعمال غير الرشيد للدواء في المضادات الحيوية بصفة خاصة ومدى تأثيره على اقتصاد الدولة وعلى صحة المواطنين في المقاومة التي الآن في تصاعد مستمر خاصة في دول النامية و الدول النامية زي السودان. معانا الليلة واحد من البروفيسورز المتخصصين في مجال الاسوسييتد بروفيسور اوف كلينيكال فارماسي كوليدج اوف فارماسي الطائف يونيفرسيتي سابقا وحاليا في الدمام جامعة الدمام بالسعودية، من المتمرسين في مجال الفارماسي براكتس والكلينيكال فارماسي بصورة خاصة، له باح كبير في مجال الانتي مايكروبيال ستيورشيب بروجرام في الهوسبيتالز وعنده تجربة في السودان حيطلعنا عليها حالياً وحنشاركوا فيها ونناقشوا. نشكر لكم حضوركم ونتمنى منه يتفضل للمنصة لتقديم المحاضرة. نرحب ببروفيسور أبو بكر إبراهيم محمد البر جميعاً. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. الواحد سعيد جداً إنه بعد غيبة طويلة ليست بالطويلة، هي طويلة وقصيرة، إنه يلتقي هذه الوجوه النيرة وعبر نشاطات أو نشاط مشكورين عليه والإخوة في المركز والمجهودات اللي نحن اطلعنا عليها وهم شغالين عليها أو في المستقبل حيقدموها للمهنة وللزملاء الصيادلة. الحقيقة الموضوع اللي نحن حنتحدث عنه اليوم أو المحاضرة هي ذات شقين. يعني في الشق الأول من المحاضرة we are going to talk about antimicrobial stewardship program in hospital، حنتحدث عن ملامح البروجرام as generals عشان الناس to have an idea about the program in general. This theoretical background is important for us عشان لما نجي نتحدث عن our own experience اللي هي اتعملت في Department of Surgery في مستشفى الخرطوم، عشان نشوف to what extent حصل sort of change in the behaviors of the doctors or the surgeon according to the activity done at that time، عشان ما تكونش no motivation للناس. الحمد لله رب العالمين، شايف في ناس كثيرين يعني in a position يعني they are clinical pharmacist في المستشفيات in a position and they can change the behavior of the doctors through the activities. As I said, I am going first to go through the core component of the program just to have an overall idea. The program actually, before the program, as Dr. Sarah have talked about the potentiality of the problems
of antimicrobial or irrational use of antimicrobials generally and in a hospital in a specific, the problem is very complicated and difficult. Actually, a widespread of the use of antimicrobial, زي ما نحن بنعرف كلنا, our discovery of antimicrobials has changed the human life. The use and the discovery and the widespread, together with vaccinations, will improve sanitations, produce substantial reduction in infectious mortality. Lacking in, on the other hand, a widespread use resulted in expressions of resistance. And there is a strong link between the irrational drug use and the emergence of resistance. This is facts. Looking at the level of the hospitals, we are going to find that large proportions of pharmacy expenditures is consumed in antimicrobials. This is fact. Large proportions of patients receive one or more antibiotic during their hospital stay. It has been estimated, طبعا هنا في السودان ممكن تكون more than this figure يا اخواني, اللي هي 30% of the patient who receive antimicrobial in hospital, they receive it in inappropriate manners. Inappropriateness, اللي هي in term of selections, inappropriateness in term of dosing, inappropriateness in term of durations and administration. An antimicrobial stewardship program, to define it, here refer to a coordinated interventions designed to improve and measures the appropriateness use of antimicrobial by promoting the selections of optimal antimicrobial drugs regimen, duration of therapy, and route of administrations. يعني من الديفينيشن هنا يا اخواننا في حاجات لازم نحن to pick it, عشان this is very important for us if we would like to produce a change in antimicrobial use in hospitals. First, it is a coordinated interventions. هنشوف انه coordinated بعد شوية ليش؟ لأن شنو؟ احنا عندنا this activity or interventions cannot be done solely by the pharmacist or the clinical pharmacist. There are others who can participate in the program. These interventions, from the definition here, is designed to improve and measure. Okay? I would like you to remember these two words throughout the lectures, because they are so, it is important to know that the main aim is to improve and to measure the appropriate use of antimicrobial by promoting هنيجي نعرف انه عندنا indicators بعدين عشان نحن لما to measure or to improve ال antimicrobials عندنا indicators. ال indicators اللي هي شنو؟ indicators من اي نشوف في selection كيف كان, هل هو optimal or not. هنيجي نتكلم عن indicator later or in the lectures. A selection of antimicrobials من ناحية as a first indicator, والindicator الثانية اللي هي duration of therapy and route of administrations. يبقى نحن من الديفينيشن بتاعنا بتاع الانتيميكروبيال ستيوارشيب بروجرام, we pick very important point that can help us to understand the rest of the lectures and to understand our role later on in the design of such intervention in the hospitals. And program has aims. Here it can be summarized in the following 4 points. Optimization of clinical outcome related to antimicrobial use. نحن طبعا الحاجة very important بالنسبة لنا يا أخوانا
في العملية العلاجية إنه the patient should be receive the optimal care. Okay. Then the use of antimicrobial is associated with side effects or toxicity. We would like to minimize, one of the aim to minimize the toxicity and other adverse events. The third aim, you are related to the cost. And the fourth limited the selection of antimicrobial resistance. And there is a strong link has been documented. There is a strong link in the irrational use of antibiotic and the emergence of drug resistance. فتبقى دي, this is the aim of the antimicrobial stewardship program. زي ما قلنا هي coordinated interventions. You cannot do it alone as a clinical pharmacist. You are part of a team. This team is composed of infectious disease physicians, if available, or a physician who is interested in the use of antimicrobial in the hospital. Clinical pharmacist, it is better to have sort of infectious disease training or microbiological background. لأن مرات في ناس مننا يا أخواننا عندهم as a pharmacist, they are both in the line where they can do master, for example, in microbiology and extended work in clinical pharmacy. This will be good for the team. We have a pharmacist with a microbiological background. Then we have a clinical microbiologist, infection preventionist, infection control, information system specialist, and hospital epidemiologist. This is the standard team of antimicrobial stewardship program. Fee policies that support. نحن بنتحدث عن interventions. If you would like to intervene, you should have an analysis of the situation before to intervene. دي نحن كلنا بنعرفها. يعني if you would like to produce sort of change, you should have an idea about the real situations, and then you are going to carry the next steps, اللي هي to understand why this situation, and then accordingly to intervene. This is a proper cycle of intervention. فيبقى احنا if we would like to do an interventions, we should have supportive policies in order to measure first and to intervene. Our policies that support optimal use, هنتيجي نتحدث عنها في السلايد الجاية. This is the key point for you to know. First, you should implement policies that support optimal antibiotic use. Then utilize specific interventions that can be divided into three categories. يعني interventions ذات يا أخوانا عشان كمان نحن نعرف مساحة بتاع تحركنا في إنه to produce أو to introduce interventions في three categories for interventions اللي هي can be classified broad, pharmacy driven, and infection and syndrome specific. من الحاجات ال very important برضو, if we would like to produce a change, we should avoid implementing too many policies at the same time. لا بد نعمل شنو يا أخوانا prioritizations based on hospital need. Say for example, if you observe during your work inside the hospital, there are many problems related to antimicrobial use. There is a problem, for example, the treatment of patients with pneumonia. The surgical department, there are problems. Here we are going to prioritize this problem accordingly, according to the need of the hospitals. And then we introduce interventions based on these priorities. These are very important points لما نحن نتكلم عن interventions. نمسك الواحد الأولى الكي بوينت الأولى اللي هي
What support optimal antibiotic use? الحياة support optimal antibiotic use اللي هي documentation of dose, duration and indications. يعني اخواني if I would like to measure or to improve لابد انه يكون شنو يا اخوانا؟ لابد يكون في documentations. Otherwise you are not going to know something. Document dose, duration and antibiotic اللي هي by specification the dose, duration and indication for all courses of antibiotics so that they are readily identifiable. يعني you are in the position in the hospitals لو لاحظت انه ما في proper documentation ال first step انك انت لازم شنو؟ to foster انه الناس يعني they should document the antibiotic courses prescribed inside the hospitals. دي ممكن الناس يعملوها بشنو يا اخوانا؟ يعملوها ب اللي هو في حاجه اسمها الانتي مايكروبيال فورم. اذا مثلا there is a problem في الدوكيومنتيشن في الفايل في ممكن يكون الدوكيومنتيشن يكون ثرو الانتي مايكروبيال فورم اللي هو ده بيحكم الفيزيشن انهم هم لابد انه if you would like to prescribe antibiotic يحدد لنا الانديكيشن يحدد لنا الدوز يحدد لنا الديوريشن and so forth. بعدين الفائده بتاعت الدوكيومنتيشنز if لو حصل اي sort of modifications لو حصل اي sort of modification in the course of antibiotic for a single patient you are going to know there is sort of modifications and الحاجة الثانية اللي هي شنو يا اخوانا؟ A discontinuation of the antibiotic يكون حصل in a timely manner. For example, if the patient has been prescribed an antibiotic for 7 days due to his indications. ممكن لا. في بعض الأحوال لو ما في form يحكم الناس ممكن to be continued for 10 days or even even during the total hospital stay of the patient. من الحاجات الثانية support optimal use اللي هي الجايدلاينز. الجايدلاين اللي هي شنو؟ اللي هي الحكم بيني وبين الفيزيشن. لو انا قدرت inside the hospitals to convince the doctors to stick to certain guidelines, okay, this is will be the شنو؟ This is will be the اللي هي الحكم بيني وبين بين الفيزيشن عشان to discuss every status of the patient. الجايدلاين يا اخوان الناس ممكن شنو؟ لأن it is so difficult you know, for a single person to develop a guidelines or even نحن هنا في بالامكانيات بتاعتنا لكن بيقاس زي ما حنشوف في تجربتنا نحن بعدين في الخرطوم تيتشنج هوسبيتال نحن عملنا sort of adaptation. Adaptation is very easy. Well, not easy يعني as you imagine it easy. لكن شنو؟ لكن هو بيسهل للناس اللي هم الناس اللي ما عندهم facilities or resource or expert in the guideline development. Okay؟ على اساس انه شنو؟ حنجي نشوف التكنيك بتاعي انه احنا حناخذ ال evidence for example for certain indications is antibiotic is recommended or not. This is based on evidence first. Okay؟ فنحن حنجي نشوف انه في الجايدلاينز هنمسك الديزيز ستيت as you know the sequence of the guideline of disease state for example pneumonia when it is recommended by evidence انه to use antibiotic for example وبعدين نجي للحته الثانيه اللي هي دي بتعتمد على شنو يا اخوانا على اللوكال susceptibility patterns. This is very important يا اخوانا اللوكال susceptibility pattern of microorganisms وبعدين الفورميولاري شنو؟ اوبشنز. كل مستشفى عنده شنو؟ فورميولاري يا اخوان. اوكي؟ الجايد لاين الميزه اللي فيها شنو يا اخوان؟ كان اوبتمايز انتيبيوتيك سيلكشن ديوريشن بارتوكلي فور كومون انديكيشن فور انتيبيوتيك. يعني if you are in a hospital and you reach agreement with the doctors in a certain department to have a guideline, this is complete success. Okay. These are اللي هي يا اخواننا policies that support optimal antibiotic use.
نجي نشوف اتفقنا قلنا انه الانترفينشن يا اخوانا تو امبروف انتي بايوتيك يوز اللي هي ار تشوزن بيز اون ذا نيد اوف ذا هوسبيتال از ويل از افيلابيلتي اوف ريسورسز اند كونتنت اكسبرتايز. يعني التيم اللي معاك في المستشفى الخبرات بتاعتهم شنو هي بتحكم شنو يا اخوانا وات تايب اوف انترفينشن ان كاي يوز. لانه عندنا لسته بتاعت انترفينشنز كل if you كل الطرق تؤدي الى روما. If you succeed in one you can going to change, you are going to change the behavior of the doctors. اتحدثنا قلنا انهم 3 types of interventions. Broad interventions هي حاجه اسمها antibiotic timeouts. Antibiotic timeouts عاده يا اخواننا usually احنا كله اي شايفين احنا البيشنت لما تحصل لهم ادمشنز antibiotic is started empirically. Okay, لكن the problem is that the provider cannot revisit the providers cannot revisit the selection. حتى if he saw X antibiotic he will not come back to evaluate is this X antibiotic is the proper antibiotic for his condition or is not. Okay, بنقولش يا اخواني انه الانتيبيوتيك are often started empirically in a hospitalized patient while diagnostic information is being obtained. The patient will give a sign of infections, high grade of fevers, for example, why should it start empirically. لكن المفترض انه شنو يحصل re-evaluations or the selection of antibiotic after the clinical pictures will be clear and clinical information will be available, or diagnostic sorry information will be available. Okay, for example, زي ما قلنا patient came to the hospitals with high fever and started antibiotic, وبعدين قاموا رسلوا العينات بتاعته بتاعت الكلشر وما بعرف ايش ودوها شنو ودوها للمعمل. اوكي مفترض انه يحصل شنو يا اخوانا sort of evaluation for his conditions. اوكي وقلنا اتفقنا انه شنو يا اخوانا في غالبيه الاحيان in most cases this is not the case. This is not the case. عشان نعرف التايم اوت ونعرف التايم اوت سوري اللي هو involve reassessment of the continuing need and choice of antibiotic when the clinical picture is clear and more diagnostic information is available. دي الاشياء اللي هي the must for the clinicians to do after empirically started antibiotics after 48 hours. دي انت ممكن يكون عندك فيها intervention يا اخوان. اوكي تيجي تشوف مثلا all the patients who have initiated antibiotic empirically what will happen after 48 hours. We should answer the clinician should answer questions. Does this patient have an infection that will respond to antibiotic? The next is if so لو كان في infection is the patient on the right antibiotic dose and route of administrations? Can a more targeted antibiotic be used to treat infections? It's a sort of de-escalations. Here, the makan very broad, assumption of the population, the neuro antibiotic that can do the job. How long should the patient receive the antibiotic? هنا عندنا مثلا في بعض المستشفى for لحد ما يجي يشوف المريض يكون شنو؟ He is continuing his antibiotic. Okay, باحتمال كمان يزيدوا ثاني يقولوا كورس يستمر على في البيت. فيبقى this is واحدة من البرود اللي هي تايم اوت. التايم اوت طبعا شنو يا اخواننا؟ بيعملها مفترض بي ده ديوتي بتاع شنو؟ بتاعت التريتنج تيم. يعني التيم يجي راجع ثاني for the right of the patient يجي يعمل assessment for the patient. انت لو كنت clinical pharmacist as part of this team you can برضه الأسئلة اللي احنا سألناها دي شنو؟ ملقاة على عاتقك يعني لازم تجاوب عليها. اوكي؟ بالنسبة لل
الانترفينشن الثاني عندنا اللي هو البراير اوثرايزيشنز. البراير اوثرايزيشنز هو ذاته شنو يا اخوانا؟ البراير اوثرايزيشنز اللي هو restricting the use of certain antibiotic based on spectrum activity caused associated toxicity to ensure that the use is reviewed with an antibiotic expert before therapy is initiated. يعني ما كل طبيب داخل المستشفى عنده الحق في انه هو شنو؟ try certain antibiotics. Certain antibiotics can be prescribed by specialized doctors. دي عشان نعيد من شنو يا اخواننا؟ انه الانتيبيوتيك ويز برودكت سبكترم ولا الهاي كوست اكسبنسيف انتيبيوتيك تو بي بريسكرايب باي سيتنج بريسكرايب هو ار اكسبيرت ان ذيس انتيبيوتيك. طبعا دي بتتطلب يا اخواننا انه يكون في افيلابيلتي اوف اكسبرتايز انتيبيوتيك يوز ان انفكشوال ديزيز. وبعدين الاوثرايزيشن مو هذا الحاله بتاع البيشن بتستدعي اني شنو يا اخواننا؟ بتستدعي انه هو هي ماست هاف ان انتيبيوتيك ان ان اور. عشان كده الاوثرايزيشن ده لازم تبي اثنين من التايم الماكس عشان ما يكون في شنو يا اخواننا؟ يكون في ضرر على صحه البيشن. This is pre-authorization as pro-intervention. واحدة من الحاجات دي طبعا من التايب اوف انترفينشن اللي هي من انجح التايب اوف انترفينشن كلينيكال فارماسيست كان دو وايل هي ويركينج ويز دكتورز اللي هي البروسبكتيف اوديت اند فيدباك. الاوديت if you would like to do an audit you should have criteria for audit. والكرايتيريا احنا عندنا يا اخوانا في الانتيبيوتيك يوز عندنا الانديكيشنز هل هو الانتيبيوتيك ريكومندد او نوت ريكومندد الحاجات اللي قلناها اللي هي الدوز والديوريشن كده وكده. فبيبقى انت بتعمل بروسبكتيف اوديت اند فيدباك ايميديتلي فور ذا دكتورز. كيستيرا دي يو با انتيبيوتيك ثيرابي باي ان اكسبيرت ان انتيبيوتيك يوز has been highly effective in optimizing antibiotic in critically ill patients. وفي الحالات بيكون فيها شنو يا اخوانا؟ cases where the patient have given broad spectrum antibiotic or a combination of antibiotics. This is prospective audit and feedback. All the timeouts conducted by staff other than the treating team. هناك في التايم اوت قلنا التريتنج تيم if you are part of the team you can participate in a de-escalation of antibiotic. هنا لكن شنو؟ The external evaluators يدقق اللي هو conduct an audit for the use of antibiotics. الفارماسي driven intervention this you can do it while you are working inside the pharmacy. Okay, اللي هي automatic change from intravenous to oral antibiotics. Some antibiotics has the same bioavailability if given intravenously or in an oral routes. They are fluoroquinolone and trimethoprim sulfamethoxazole and linezolid. The يعني كان شنو؟ By certain criteria, by certain criteria, well-defined criteria, if the patient is eligible to be removed from intravenous to oral, you have some more intravenous to oral switching, ممكن الpatient ان كافيه اللي هو الشرع انه شنو يا اخوانا؟ ان احنا كافيشنسي سيفتي اللي هو باي ريديوزنج ذا نيد فور الانترافينس اكسس لانه احنا عارفين انه از اسوسييتد ويز ماني بروبلم حتى الانجكشن ذاته از كوستيف. اوكي؟ الحياه الثانيه ممكن يو كان دو ان تايم ذا فارماسي اللي هي دوز ادجستمنت فور اكزامبل ان بيشنت ويز رينال فيلز. اوكي؟ يو كان انترفين باي دوكتورز تو تيل يو ذات ذيس بيشنت For example, starting from stage 3 or stage 4 renal disease, and you can adjust the antibiotic according to his status or renal disease. الأشياء من الـ intervention you can do اللي هي dose optimizations.
dose optimization اللي هي including dose adjustment phase on therapeutic drug monitoring. في بعض الانتيبيوتيك you should do sort of drug therapeutic monitoring. Okay. Optimizing the serum for high drug resistance bacteria, some sort of type of bacteria or strain of bacteria, you should optimize the serum. Achieving central nervous system penetrations, the central nervous system infections, you should assure that the dose is going to reach across the blood brain barrier and produce an action. في بعض الانتيبيوتيك يقول على إنه يكون عنده time dependent killing activity هي should be given in an extended infusion repeat a lot of بدل ما تديها intermittently بدل ما تديها intermittently أحسن تكون شنيا فانا عشان تديك a good therapeutic response to being given in an extended infusion. This is part of those optimizations. Automatic alert in situation where therapy might be unnecessary duplicative. دي أقوان بالسبكترم وباتيف دي إحنا عارفين إنه أي أنتيبيوتيك عنده السبكترم الفلاني أنيروبيك سبكترم أو تيبيكال أي تيبيكال أنا أكتيفيتي أو جرام نيجاتيف أكتيفيتي أو جرام بوزيتيف أكتيفيتي. فأنت شنو في الأسسمنت بتاعك تشوف انه ما يكون في sort of duplication لانه في بعض المضادات الحيويه it can work on both. It can work gram positive and gram negative activity. برضه من الاشياء you can do inside the pharmacy اللي هي time sensitive automatic stop orders for a specified antibiotic prescription especially antibiotic administered for surgical prophylaxis. انا اشوف في تجربتنا احنا اللي عملناها في مستشفى الخرطوم على الـ evidence based guidelines بتقول انه كيف تكون الـ duration لـ surgical prophylaxis. فدي اسمها time sensitive automatic stop. إذا شفت انه إذا كان في agreement يعني كان في guidelines for surgical prophylaxis for example on certain patient for certain patient the physician continues the antibiotic beyond the agreed upon duration, you can stop the channel, automatically you can stop the order. Okay? بعدين عندنا تاني اللي هي دي تعتبر برضه drug related problem اللي هي detection and prevention of antibiotic related drug interactions. As a drug, it has sort of drug interactions with other drugs. اللي هي مثلا for example, الفلوروكوينولون and certain vitamins, they have sort of drug drug interactions. This is pharmacy-driven interventions. من الناحية الثانية تقسيم الكاتيجوري الثالثة اللي هي infection and syndrome specific interventions. By the way يا اخوانا if you would like to came antibiotic use in a hospital you can for example deal with certain group of antibiotics. يعني مثلا ممكن اقول انا ممكن اقول لك to change the behavior in third generation cephalosporin. وممكن اخذها من ناحيه بتاع الديزيز اقول مثلا عاوز تكين ذا بيهيفير اوف ذا دكتورز ان تريتنج كوميونتي اكوايرد نيمون يوزيرنج تراك انفكشنز فور اكزامبل سكين اند سوفت تيشو انفكشنز اند سو فورث. يعني يو كان هاف ات ان تو وي. دائما في الكوميونتي اكوايرد نيمونيا الانترفنشن اللي هي بيركز الناس على شنو يا اخوان يعني الكلام ده عشان فور اس يعني عشان تو ريمبر بعدين لما لقيت فور بريسكريبشنز لبيشن عنده نيمونيا وات تايب اوف انترفنشن اي كان دو كون الناس تركز على شنو يا اخوان امبروفينج ذا دايجنوستيك اكوريسي. هل البيشن ده يا اخوان عمل فيه اكس راي ورد فيه فلتريشنز اوكي بالاضافه لشنو للاذر ساينز اوف نيمونيا دايجنوستيك اكوريسي this is the first step. This is the foundation of the. If the diagnosis is right, but I need to go for the assessment of other treatment aspects. بعدين تيجي تتعامل النظر الانترفينشن تتعامل بالثيرابي according to culture river.
لو بدينا يمبيك والكلشر قال حاجه ثانيه سنسيتيف 2 مايكرو اورجانيزم سنسيتيف 2 واي انتي بيوتيك كان واي اف ات از بوسيبل فور ذا بيشنت اوكي ار اوبتمايزنج ذا ديوريشن اوف تريتمنت تو انشور كومبلاينس وذ جايدلاينز ذيس ار ذا مين انترفينشن بوينت يو كان دو فور بيشنت بليز ديجنوز ويز كوميونيتي اكوايرد تيما فور يورينري تراكت انفكشنز دائما الناس بتركز على شيء اخوانهم avoiding unnecessary urine cultures تقريبا يعني الناس عارفين ان الدومينانت ميكروبين في غالبيه شنو يا اخوانهم اللور respiratory اللور UTI infections اوكي وبعدين بدك ترجع تكشف في حالات يعني محدده بعدين الحاجه الثانيه اللي هي دائما or a treatment of patients who are asymptomatic and ensuring that the patient receives appropriate care. Okay. يمكن يكون البيشنت يقعنا يصار لنا في اليورين بتاعه في بكتيريا بكتيريا يوريك اوكي بكتيريا يوريا لكن شنو يا اخوانا asymptomatic اوكي هذه الحالات دائما اللي بيحصل فيها شنو بيحصل فيها الانتي بايوتيك البريسكريبشن اوف ايراشنال انتي بايوتكس بعدين تو انشور ذات The patient receives appropriate therapy based on local susceptibility and for the recommended durations. بالنسبة للsoft and skin and soft tissue infection, دائما الناس they focus on ensuring اللي هو يخوان the patient not to get antibiotic with overly broad spectrum and ensuring the durations is correct. Another common problem here in hospital برضه the empiric coverage of methicillin resistant staphylococcus aureus. في بعض الكيسز يا اخواننا اللي هي شنو؟ ممكن يكون intervention ممكن انت تتابع البيشنت ديل كلهم الناس اللي بيقولوا انهم هم methicillin resistant staphylococcus aureus تشوف انه هل التريتمنت فور methicillin resistant can be stopped if the patient not have methicillin resistant infection or change it to beta lactam in case it is sensitive. Okay? This is very important. Another problem in the hospitals, we hear Clostridium difficile infections. What happened in this case? Treatment guideline for Lihua for Clostridium difficile infection argue provided to stop unnecessary antibiotic in all patient diagnoses with Clostridium difficile infections. لكن في الواقع انه this is not done. This is, can be area of change for antibiotic use. Reviewing antibiotic in patient with new diagnoses of Clostridium difficile can identify opportunity to stop unnecessary antibiotic which improves the clinical response stop an antibiotic وبعدين لو انت بتصاب تجيب good response بنفس الوقت في الأمانات it can be the recurrence of Clostridium difficile. آخر حاجة في ال infection and syndromes اللي هي ال invasive infections اللي هي bloodstream infections اللي هي دي أخواننا فيها زي ما بتقول السلايد اللي فيها good opportunity انه to provide intervention to improve the antibiotic use because they are easily identified from the microbiology result. دائما يا اخوانا الكلشر بلودستريم انفكشن دائما يكون كلشر بوزيتيف. Either they are not for bacteria or the culture and susceptibility testing often provide information needed to tailor antibiotics or discontinue them due to the loss of the lab. في غالبية في بعض الكيس يا اخوانا تكون اللي هو pathogen يكون sort of contaminant لأن البيشنت يكون on chemicals اوكي فيسميه sort of infection هذا الانفكشن او الجروث اللي هو بيكون sort of شنو يا اخوانا sort of contaminant اوكي لكن لا ستيتش شنو الناس اللي يجيب antibiotics اللي هي جروث شنو this is the area for changing antibiotic طيب بنجيبها في الديفينيشن عشان نختصر الثيوريتيكال باك جراوند دي او نختمها في الديفينيشن بتاعنا يا اخوانا احنا قلنا
تذكروا هنا انه to identify appropriate opportunities for improvement and assess the impact of improvement efforts. يعني احنا دائما بنعمل مونيتورنج للانتيبيوتيك بريسكرايبنج على اساس انه نشوف يا يعني اما احنا دايرين تو ايفالويت السيتويشن الحالي او عاوزين نقيس تو وات اكستنت حصل تشينج ان ان ذا انتيبيوتيك يوز افتر ذا انترفينشن. فعندنا يا اخوانا فور انتيبيوتيك ستيور شيبس الميجرمنت كان انفولف ايفالويشن. يعني انت بتغير حاجتين البروسيس والاوتكم. البروسيس فور اكزامبل زيشن كان البوليسي والجايد لاينز ان احنا مثلا ادخلناها هذا الانترفينشن ريديوس سورت اوف كينج والاوتكم هاو ذا انترفينشن امبروف انتيبيوتيك يوز اند بيشنت اوتكم. بسموه شيء يقال بروسيس اند اوتكم المونيتورينج لما تيجي تعمل مونيتورينج فبروسيس اند اوتكم نقول فيها كلام في البروسيس يا اخواننا الاكزامبل بتاع البروسيس بنجي نحدد اذا the prescriber have accurately applied the diagnostic criteria زي ما قلنا في حكايه النيمونيا يعني الفيزيشن اتبع الطريق الصح او اختار الدايجنوستيك ميجرز عشان مثلا الدايجنوستيك بتاعه اختار انه ياخذها او اوكي لان ممكن تكون واحده انت فيها انترفيشن تقول لها والله انا مثلا ما عملت اكس ليه ما تقدر تيجي منه شنو ذيس از كوميونتي اكتر ديموار. بعدين السؤال الثاني اللي هي تبديل قوانين الانديكيتر يا اخوان اللي تحدثنا عنها بريسكرايب كومنتد ايجنت فور ذا بيشنت انديكيشن documented the indications and plan duration for antibiotic. بعد ما خلاص تبدأ تفتح الدينون صار سيستم من تي اكويا بالمعنى. هل هو اختار بين الجايد لاين اللي اتفقنا عليه اختار الانتيبيوتيك اوف تشويس او ما. وبعدين حدد الديوريشنز او ما. هل انه هو اوبتين كالشرز اند ريليفنت تيست براير تو تريتمنت؟ هل حصل موديفيكيشن للانتيبيوتيك بعد ما جاءنا الريزلت اوف ذا كالتشرز؟ هل حصل اسسمنت للانتيبيوتيك ان تايم مينتس يعني يوين تاني احنا ريفيزيت عملنا ريفيزيت تقولنا عليه ولا عملنا ايفالويشن بعدين يو اسس فور ذا كومبلينس ذا هوسبيتال جايد لاينز اند بوليسيز حتى الجايد لاينز دول شكل كله اتجاه يعني شنو؟ لابد انك انت تزرع في انه يكون في اتفاق بينك وبين الدكتور على الجايد لاينز وهل هو التزم بالجايد لاينز من خلال الجايد لاين بحذافير يعني اوكي ذيس از اللي هي دي بنسميها البروسيس ميجر الجزء الاول من الكلام اللي قلناه. بالنسبه لليوز ميجر في اللي هي حاجات متفق عليها واشياء مع متريك اللي هي متفق عليها زي مثلا الدي اوف ثيرابي اور ديفاين ديلي دوز. يعني الى هذه ده كلام يعني هو جاء كده عرضا على اساس ان الناس تعرف انه كيف احنا مثلا ممكن تو استيميت اليوز اوف ذا انتي بايوتيك انسايد ذا هوسبيتال. معيار. اوكي؟ اللي هو دايز اوف سيرم. اللي هو اجريجيت اوف سم اوف دايز فور ويتش amount of a specific antimicrobial agent is administered or dispensed to a particular patient. يعني يكون النيوريتورز divided by standard denominators اللي هي patient days, days of present or admissions. So for example, a patient has been given two antibiotics for 10 days, then the numerator is born great. Okay? But this is, ممكن الناس اللي قدام يعني اذا في سمحت الظروف الناس تحدثوا عن ال drug utilizations في كورسات طالبه. This is the loop الكلام اللي هو جاي من drug utilizations. لكن دي معايير يقيسوا بيها اللي هو day of therapy والdefined daily dose. Define daily dose on the other hand is assume average maintenance dose per day for drug use for its main indications. دي اتفاق اتفقوا عليه اللي هو في ال WHO ممكن ناس كثيرين بيكونوا عارفين define daily dose دي اللي هي اتفقوا عليه انه اي drug يكون عنده standardized define daily dose. عشان الفائده منها شنو؟ الفائده منها انه
you are going to benchmark. شوف انك انت مثلا compare to مستشفى الخرطوم او مستشفى طولدان من زمان ال consumption بتاع certain antibiotic كيف عندك. اوكي؟ ف دي احنا بنستخدمها في الجرح. For example مثلا لو قلنا for example 70 defined daily doses per 100 bed per day for a drug X. ده معناه شنو يا اخوانا؟ معناه 70% of the patient of the inpatient might have the drugs every day. Okay. وزي ما قلنا انها هي شنو يا اخوانا؟ انها هي ممكن تستخدم as benchmarking for hospitals. ممكن define daily doses في other يعني جانب لان احنا في الهوسبيتال ممكن تستخدم for the consumption of antibiotic in a public very inhabitant. Okay. لكن لو هي focus on define daily doses when in hospital اللي هي per 100 bed per day. اخر حاجه يا اخواننا في الثيوريتيكال باك جراوند اللي هي الاوت كمز. احنا قبل تحدثنا عن الديزل بروسيس. في الاوت كم احنا بنشوف مثلا فور اكزامبل هل الهوسبيتال افتر ذا انتروداكشن اوف ذا انترفينشنز امبروف من ناحيه بتاعت اوكيرنس اوف كلوستريديوم ديفيكيريز انفكشنز لان هي سيريس انفكشنز اسوسييتد ويز البرود ذا يوز اوف برود سبيكترم انتيبايوتكس. هل فور اكزامبل الانترفينشنز هاز ريديوز انتيبايوتيك ريزيستنس. بنعمل فوكس دائما على البيشنت اللي هم يا اخوانا بكونوا شنو يا اخوانا؟ اللي هم ريسنتلي ادميت اور حصل لهم سورت اوف سيوبر انفكشن. بعدين الناحيه الاخيره اللي هي الكوست. هل مثلا الانتروداكشن اوف ذا انترفينشن ريديوز اللي هو الكوست اوف كير بالنسبه للبيشنت اور نوت. فتقريبا يا اخواننا ذيس از ذا اند اوف ذا ثيوريتيكال. يعني دي يمكن تفيدنا نحن الناس اللي قبل كده زي ديد نوت كام اكروس الانتيبايوتيك ستيوارشيب بروجرام. اوكي. قبل ما نمشي في زول عنده مثلا تعليق او سؤال على الجزء في الجزء الثاني ده نحن حنكون اخف شويه كده لانه اسيد ده كده لانه هو ثيوريتيكال دنس. لكن احنا تجربتنا في مستشفى الخرطوم اللي هي حنجي نشوف هل نحن قدرنا نطبق الكلام ده وشنو العوامل اللي خلته ينجح او يفشل في نفس الوقت يعني.